صباح الخير يا عم طلعه. بيقول عم طلعه تراجع وبتاع، راجع فين انت؟ انت ما بتردش عليا ليه يا عم طلعه؟ طب انت راجع تعمل ايه اصلا؟ يعني انت هتعمل ايه؟ عرفنا، عمالين اعلانات طلعه تراجع طلعه تراجع طلعه تراجع، مفيش. طب ايه الورقه اللي في ايدك دي؟ انت بتعمل بيها ايه اصلا يا دي عباس؟ هتلاقي الراجل ده جاي من بلاد بره متنور مش زينا كده، ما شكله لابس حاجه كده غريبه. أيوة، انت هتلاقيه بيتكلم انجليزي فرنساوي لغي كده. الغي انا؟ طب لغي، اتفضل تكلم. هاي مستر طلعت، بيبل بيقولوا في مصر هنا يعني يو كام اجين واي. الله يخرب بيت قصر، ازعاج ازعاج ازعاج. مش كفايه امبارح طول الليل الناس زهقتني من كتر التصوير والتفعيص فيا؟ هدومي اتوسخت من ايديك وراحت كل واحده. اسمعني، عايز اقول لك على كلمتين مهمين. انت راجع تعمل ايه بس؟ انت الناس هنا عماله بتعمل تحتيك بيبي كل شويه، راجع تعمل ايه والدنيا زحمه؟ لا انا اللي هيجنني الورق اللي في ايديه ده ايه؟ هو جايب الورق ده يعمل فيه ايه؟ ما هتلاقي ورق البنك. وبعدين ده انت ما لحقتش، هو بقالك يومين وهدومك مطربه. وانت يا بهيب انت وهو عايزين ايه مني؟ تعرفوا طلعت راجع ولا مش راجع؟ انتوا مالكم؟ انا مش هريحك يا كلب منك ليه؟ عرفتوني وزهقتوني في عشت على الصبح. ثواني بس، بعدين انت من اولها متعالي على الناس واقف فوق يا عم. انا رقبتي وجعتني اقسم بالله. يا الله العظيم، خليك كده اقعد ما تردش علينا، احنا ماشيين. وبوريني بقى انت هتعرف تعمل ايه. سلام يا عم طالع.